أشتاق أستاذ في كل مكان، تحياتي لكم وحييكم من جد اليوم وواحد في جولة في أكل الشوارع. نحن عم نحكي هون عن كبدة، عم نحكي عن شيء اسمه نبيذ الحلال، عم نحكي عن سوبيا، عم نحكي عن كتير شغلات. تابعوني حتشوفوا صراحة أجواء رمضانية وأكل ولا أحلى. خلينا نبدأ. عمارة الملكة وهي هون ساحة المحمل، سوق المحمل هون، هاي قزاز معروف، هذا هون الساحة كلها الآن صارت مطاعم وأكلات شعبية. العب العب العب، أجواء جديدة هون بالسعودية صراحة. أنا هيك نشوف مكان بهالكبر كله عبارة عن أكل شوارع، شيء مميز، شيء جميل صراحة. هون ما شاء الله الكبدة، ما شاء الله ما شاء الله. هاي هون الخبز رمصير، هذا هون السعبساوي الطبخة الجاي، يا سلام يا سلام. هاي هون بطاطس كمان، كنافة. طبعاً الشيء الجميل إنه هاي هون البسطات للبيع والمطبخ حتصير جوا في النص تماما. هاي البطاطس. سلام. تفضل تصور. يطيح ويكسر سنه. صورني سناب شات. ولا تصور على الفاضي. لا تطيحني على الانستغرام. يا ودي يا سلة. يلعب سلة. يا ودي يا حسن. بنطي لك حسن. والدواقة مجانا. عشان بكرة تسوقي. ايوه وبليلة بشطة رنا. وبليلة بالكمون. وبليلة بالخيار. وبليلة بالطرشي. وبليلة بالبطاطس. ورمضان كريم. ورمضان كريم. ورمضان كريم. النظرة ما تكفي. وبليلة بالهيل. مثل ما تشوفوا هون بيضيفوا عليها سلطة خاصة بالإضافة إلى الشطة والخل، وبهارات هون موجودة لتكمل البليلة على أصولها هون في جدة البلد. إيش اللي عندك دحين؟ عندنا نودلز أندلوسي طبعاً بنحمصه مع الخضار، بعد كده عندنا سبع صوصات. يعني إيش يفرق عن الأندومي؟ اللي يفرق عن الأندومي إنه هذا أندلوسي، وعندنا إحنا تميز بالسبع صوصات حقنا. اها بجودتنا يعني. يعني اندومي بلس بالضبط، اندومي سعودي كمان. الله يحييك. الله يحييك حبيبي. شايفين كيف قاعدين عملية الطبخ تصير بشكل مباشر، يعني فكرة جديدة. نشوف هلا ايش حيصير. هاي هون واحد من اللي عنده شغلات صراحة، شغلات شعبية عم ندور عليها من زمان. ادينا عندي منتو لحم. منتو اي منتو، فرموزة لحم وفرموزة جبنة. فرموزة لحم فرموزة جبنة، عصير سوري. طيب فرجينا كيف شكل المنتو. ايوه اللهم صل على النبي. صلي عليك يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هي هذه؟ عباره عن ايش منتو؟ هذه عزينه وجواتها لحم، تشبه الشيش برك بس بطريقه حجازيه اكثر. اللعب حلو، اللعب جميل. وهلا نجرب المنتو مع الشطه. رايك يهمنا ورضاك غايتنا. والله شيء على الاصول. كيف بالله؟ صحه وعافيه يا رب. والله يجي بالادب، والله صح، على قولتها جدا يجي بالادب. يعطيكم العافيه. طبعا هذا اللحم، هاي الفرموزه. ايش الفرق بينها وبين المنتو؟ عجيناتها تيجي اتقل، وهذه في الفرن وهذا على البخار. هذه مخبوزه بالفرن، هذا بالبخار، عشان كذا شكل عجيب غريب. الله يعطيكم العافيه يا رب. واحده واحده ومع السلامه. هذا لازم يقعد على البخار على اساس يبقى طري على طول على طول.
اللعب والله بس المنتو يجي منه كلام كبير. يعطيك العافيه حبيبي. شكرا حبيبي. اتفضل يا باشا. ايش المنفوش هذا؟ عندك المنفوش الكروب يسموه الناس. ايوه بتاكل مع الحمر. مع الحمر كصوص يعني؟ هو يعني يعتبر جمبري. ايوه ويكبر يديك زي البسكوت. شوف حتى يتكسر بسرعه. اها طيب اعطينا يدوب في الفم. اعطينا قسمه لاشوف. الان حنجرب المنفوش مثل ما شايفين شلون مره كبيره هذه. ممكن تاكلها لحالها. شبه شيبسي. تحطه هون مع الحمر. ثوم وبهارات. كمون وبهارات. ايش البهارات دي؟ كمون وفلفل اسود مليح. حلو والله. كيف عجبتك؟ اللي يضحك ايام زمان هذا. بالضبط. ايام زمان. والآن حنساوي مقابلة مع واحد اللي بيساوي ملكة وملك المشروبات في رمضان في جدة والحجاز. شيء اسمه السوبيا أو ما يطلق عليه النبيذ الحلال. حنعرف التفاصيل أكثر لأنه صراحة واحدة من أهم الشغلات اللي لازم تجربها في رمضان هون شيء اسمه السوبيا. طبعا هذه هي هلا السوبيا الحمراء. حيتكلم هون معنا أخونا الكريم. فضل حياك حبيبي. أول شيء أنواع السوبيا لازم تكون عارف إنه في سوبيا زبيب، سوبيا شعير، ممكن سوبيا الدخن كمان نسوي. حلو. طريقتها سهلة. هي تقعد تقريبا نحط الزبيب مع الموية لمدة 24 ساعة. اه يعني تنبذ الزبيب في الموية عشان كده اسمها نبيذ حلال. بالضبط لمدة 24 ساعة بس. 24 ساعة فقط. أيوة. حلو. حتى هذه يعني مشروب يومي. اها يوم بيوم يصير. ما يصير اكثر. يعني ثاني يوم ما اقدر تشربه ليش؟ عشان ممكن تخمر لا سمح الله. بعد ثلاث ايام؟ ثلاث ايام ممكن ممكن يعني تتخمر. ممكن تتخمر وخلاص تخرب. اها يعني تخرب. تصير شيء ثاني. لا تخرب خلاص يعني ما يصلح للشرب عارف؟ فهمت عليك. زي ما قلت لك هي يبغى لها 24 ساعة تحضير وبعد كذا نبيعها وبالعافية عليك. طيب ايش الانواع؟ ايش في الوان؟ الالوان طبعا في بعض الناس يسوي سوبيا شعير ويحطوا عليها صبغة، صبغة حمراء صبغة، لكن احنا نسوي سوبيا زبيب حمراء. سويها بالزبيب. اوكي. سوبيا شعير البيضة ما بدون اي صبغات. حلو. وسوبيا الدخن تيجي بيضة برضه. بيضة. في عندنا مشروبات ثانية بس قريبة من السوبيا اللي هي قمر الدين وتمر هندي ولا شيء. اها بس لا السوبيا هذا الحين هو السوبيا. هو عبارة عن اوكي بعد ما تحط الزبيب او الشعير 24 ساعة نحط فيها بعض البهارات الخاصة اللي هي سمعت قرفة و قرفة وبعض الاشياء وبعد كده بالعافية عليك. الله يعطيك الف عافية. هون موجودين جماعة هون بلقمة هنية في نفس الساحة والله يعطيهم الف عافية يا رب. حبيبي يا رب. هي السوبيا او النبيذ الحلاوة ما شفتوا صراحة طعمه مميز جدا. فيها قرفة فيها سكر فيها بهارات هيك عجيبة. واحدة فعلا من الشغلات اللي لازم تجربها هون في جدة خاصة في رمضان اللي هو السوبيا او النبيذ الحلال. اهم شيء ما تشربوه بعد ثلاثة ايام لانه حيكون طعمه شيء ثاني يا جماعة. شغالين في الكبدة البلدي. احنا في الحارة هذه طبعا الكبدة البلدي هي احد فعاليات مهرجان زي البليلة زي البطاطس. فالكبدة البلدي هي احد فعاليات مهرجان عندنا في جدة التاريخية وجدة القديمة. طيب في رمضان ليش رمضان احنا اكثر ناس احنا نسوي في رمضان احنا نسوي الكبده البلدي في رمضان. انا لي الحين 33 سنه اسوي كبده. 33 سنه في هذه الحاره. انا اتولدت في هذه الحاره الحمد لله. ولد حاره في البحر وهذه حارتنا واحنا اتولدنا هنا وتربينا هنا وكل عمرنا نسوي. ايش نوع الكبده؟ الكبده نوعين كبده ضاني وكبده جملي. لكن احنا دائما مشهورين بالكبده الضاني. الضاني لانه واحد صاج ما في امكانيه نسوي شيء ثاني يعني ما في امكانيه. حلو حبيب. ايش البهارات بتحطها؟ شويه يا بابا شويه النار. في لمسه خاصه تحطها ولا كيف؟ والله شوف النفس الحلوه هي اللي تطلع الاكل حلو. حلو انت دي سوي نفس الحلوه ونفس الطيبه بس من عنده لكن رايحه حلوه. احنا ما عندنا زيت ملح كمون فلفل اسود. شكرا. حلو بس تشتغلوا نفسك حلوه بس من عنده يعني النفس يقول لك النفس. ايوه النفس. يا سلام عليك. هنا عندي يا شباب والله ما عندي. طيب حلو برضه. اوبا اوبا اوبا.
ايش تفرق يا حبيبي؟ ايش تفرق عن بقيه الكبده؟ ايش ليش زيت زيتون يعني؟ زيت زيتون وطور شعره، احنا عندنا فتنس رياضيه، كبدتنا رياضيه، هذا اللي يفرق بيني وبين البقيه. ما شاء الله انه واضح انك رياضي ما شاء الله. انا ناجح، ما اعرف الكبس بس نجحت فيه. اول هيا رجع نفسكم، يلا حياكم الله، تفضلوا تفضلوا. تخش يا حباب زيت الزيتون تطول الشعر وتفتح البشره وزود خطوات كل عضلات ضمان 6 شهور بودي وهيك وتنزل توكلنا حصل ماكل كبده على طول. ايش ايش حيكون اللون؟ اخضر ولا اصفر ولا ايش؟ حسب على الجينات. اخضر كله اخضر، عندنا اخضر هنا. هاي هون اخذنا واحد اسمه خبز شامي من عند كبده ابو ماتز. ايوه انا في التقييم سريع للأمانة، مش حتقدر تغمض عينيك والله. والله يا ابو معتز، ها سيدي يا مرحبا، كلامك بالأمانة والله صادق وامين، كلام كبير والطعم لذيذ يا جماعه، على راسي، والكبده لها طعم مختلف تماما، على راسي حبيبي، فظيع يا ابو معتز، الحمد لله حتى اي واحد انا بالكبده والله بالامانه. شوف اثنين شغالات عندي في البيت بصفة هذا الشغل. سوي له الثمانية، سوي له الثمانية، جبنا بالتفكيس. نظافتي، أبغى الناس تاكل حية. صراحة يا جماعة الطعم رائع ولذيذ ويستحق التجربة بقوة وتهور. هذه المحلويات هنا حلويات الحجاز، خبرنا واحدة واحدة يا باشا لو سمحت. حبيبي هذه الهريس. حلو. هريس. حلو، أعطينا نجرب. أوكي. يجي. وهذه اللبنية، خلي العيون عسلية يا حبيبي. حلو، أنا عيوني زرقاء الحمد لله. والله شيء لذيذ يا جماعة. هذه حلويات موجودة طوال الوقت ولا بس برمضان؟ حبيبي حلوية المكاوي فيها فيتامين نون، خلي القلب حنون، فيها فيتامين دال، تصيبك دلال. يا فيتامين جيم للي عامل رجيم. هلا عندنا يا دندنة أحلى حلاوة عندنا. يا ويلي ويلا. يعطيك العافية، شكرا.